أخبار اليوم. تنظيم الناس ما يجيش بقانون، يجي بالثقافة، بالإيه، بالفكر. إيه أنا أستفيد لما يبقى عندي 10 عيال أو 20 عيل وكلهم في الشارع؟ أستفيد إيه لما يبقى عندي 20 عيل ولا واحد معاه شهادة محو أمية؟ أنا يكفيني واحد أو اثنين أو ثلاثة يبقى مقام أهل عالي بكالوريوس وصانس. إنما دلوقتي يقول لك إيه، كان زمان يقول لك العدد في الليمون. لا والله، ده الليمون دلوقتي بقى 30 جنيه. لأن دي كانت هتوفر كتير قوي 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 للبلد بالنسبة للتعليم وللصحة والمواصلات وكل حاجة فيك يا مصر. التزم لو في جدية من الحكومة برضو، يعني أوعد وأنفذ، أوعد ومنفذ، ما عملناش حاجة. حضرتك دلوقتي ما فيش حد دلوقتي بيخلف كتير، هو من الغلاء اللي إحنا فيه يا دوبك الواحد بيكفي نفسه، هو بالكتير قوي بيجيب اتنين. مش بقانون، هو بالنسبة للظروف الاقتصادية اللي بيتعيشها الناس، ان هيتربوا احسن لو ثلاثة او اتنين. اتنين بيتجوزوا دلوقتي حديثا، المفروض ان هم بيحددوا الاسرة بتاعتهم عشان يقدروا يصرفوا عليهم، يربوهم، يودوهم مدارس، يجوزوهم في المستقبل. لان احنا دلوقتي بنعاني، احنا العدد بقى كتير والشقق بقت اصعب والاسكان بقى غالي جدا ومفيش اماكن ومفيش، وفي بطاله كتير وفي اللي قاعدين على القهاوي وشهادات كتير وقاعدين على القهاوي. ليه بقى؟ نرجع للصين مليار و400 مليون، الهند مليار و200 مليون، وما بيعانوش من اللي احنا بنعانيه. احنا مشكلتنا ان احنا عايشين في الدلتا وخلاص، 8% من الارض بتاعتنا. لو احسننا توزيع الناس والمشاريع والكلام دوت في سيناء وفي الحتت الفاضيه ما هيبقاش عندنا التكتل ده. احنا كل الناس بتيجي مصر هنا بالذات في القاهره والاسكندريه والمدن اللي هي فيها اكل العيش عشان خاطر بيلاقي شغل،